وعلى هامش مشاركته في أشغال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب، حيث التقى مع نظرائه من كل من الكويت، الأردن، اليمن، فلسطين، تونس، موريتانيا ومصر. كما أجرى العمامرة محادثات ثنائية مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. العمامرة عقد أيضا جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تركزت أساسا حول التعاون بين الجزائر والأمانة العامة لاستكمال التحضيرات الضرورية للقمة العربية بالجزائر.